صباح الخير. نحن اليوم 14 أذار 2013، مثل اليوم بالتحديد من 8 سنين كنا كلنا بالشارع، زلنا لنقول لا للظلم، لا للقتل، لا للاحتلال، لا لوجود أي جيش غريب على أرضنا. زلنا حتى نقول كلنا إيد واحدة، نحن شعب واحد، مطلبنا واحد، لبنان بكل حدوده، بكل طوايفه، بكل ناسه. لبنان إلنا كلنا، إلك وإلي ولولادك وولادي وولادنا. من 8 سنين انفجار كبير هز بيروت وقتل رئيس حكومة بلبنان، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قتل رفاقه وقتل ناس كانوا عم بيحاولوا يعيشوا بشكل طبيعي بلبنان. ومن انفجار الظالم طلعت صرخة، صرختنا كانت أول صرخة بالربيع العربي، وثورتنا جرت معها ثورات. بعد 8 سنين نحن بعدنا مثل ما نحن. يمكن في ناس بفتكر أنه في كتير أشياء تغيرت، وأنه اللي صار ب 14 أذار 2005 خلص هونيك. يمكن في اشياء تغيرت، بس الاساس بعده موجود، والاساس نحن والبلد، والحريه مش كلمه بتتم. صباح الخير مره ثانيه، العالم صباح جديد، ومحطاتنا لليوم رح نخبركن عنها بهالبريفيو. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن. على صحة السلامة مع روى وقانون منع التدخين بلبنان وين صار؟ كيف منعرف شو هو العطر المناسب لإلنا؟ لما بتعطينا الجواب بشوفي الزرع والتخطيط موضوع حلقة كندا لليوم بأرض وورد. لتعرفوا عن مستقبلكم المهني والعاطفي، كارمن بتتلقى اتصالاتكم وإيميلاتكم بزودياك. فرقة العلامة مع مارينا خليل وتصاميم كراسي من مواد معاد استعمالها. عن السلام حلقة اليوم من خلينا نحكي. آخر الأخبار الثقافية والفنية مع زينة بأجندا، ورشة ملح على بطاطا سوفلي مع شيف شادي. أكيد اليوم الشيف شادي مرافقنا كمان من الصبح عم يشتغل هيك مثل العادة. صباح الخير شيف. غيدة صباح الخير. صباح النور. وكل ذكرى 14 أدار وأنت بألف خير والمشاهدين بألف خير يا رب. تعرف واحد هيك بس يرجع يطلع على الأعداد الهائلة اللي كانت موجودة، فعلا بحس أنه كيف الوطن كان مغير بوقتها، وإن شاء الله يا رب بدل هالذكرى أكيد مطبوعة بقلوبنا. نحن رح نضل ونروح ونرجع لعندك شيف أكيد. إنما بدنا نذكر كل المشاهدين اللي حابين يتواصلوا معنا، فيكم تبعتولنا أو فيكم تفوتوا على صفحة الفيسبوك تبعيتنا اللي هي عالم دوت الصباح. فيكم تبعتولنا تويتس قد ما بدكن على عالم الصباح، ودائما منقولكن أنه كل محطة وكل شخص بعالم الصباح عنده تويتر الخاص فيه. أيضا الإيميل عالم الصباح@future.com.lb 2A بالأول. لكل اللي حابين يحضروا أي فقرة بمحطات أو بفقرات عالم الصباح فيكم تشوفوه على futuretvnetwork.com. رح نتابع محطاتنا، إنما أكيد بالأول كلكم ناطرين الأبراج. صباحكم بالخير. اليوم الخميس 14 أذار مارس، اليوم القمر مرافقنا برج الحمل، صار له يوم ونص برج الحمل، الجو بعده جيد جدا، الابراج الناريه خاصه مواليد برج الحمل. كيف رح بتكون ابراجنا اليوم يلي نهاره جيد يستفيد منه؟ لانه بكره الابراج رح بتكون مختلفه كليا عن اليوم. البداية طبعا مع برج الحمل، مولود برج الحمل القمر ببرشك ما حدا قدك، اليوم في عندك قدرة لحتى تغير الأمور نوعا ما، تحس حالك أنه عندك إنرجي قوية، قادر أنك أنت تحسن بأمورك وتاخذ القرارات اللي أنت بتريدها. الجو اليوم معقول يحمل لك خبر، معقول يحمل لك تسوية وجواب لمسألة أنت ناطرة أو مسألة عالقة. وبعتبر المولود الأكثر عرضة للمشاكل والضغوط هو 20 21 و 22 أذار مارس. ننتقل هلأ للبرج الثاني يلي هو برج ترابي، برج الثور. بالنسبة لبرج الثور، الجو عندك اليوم يمكن يحمل لك تأخير، يمكن يحمل لك زعل، يمكن يكون أنت منك راضي، ويمكن الأمور تتأخر أكثر مما أنت ناطر أو متوقع. احتمال أيضا تشعر أنك فعلا ضعيف ومنك قادر تخلص الشغل اللي عندك إيه. انتبه من بعض المحتالين وانتبه من بعض حالات الإرباك. وبعتبر المولود الأقل حظا حاليا 1، 2، و3 أيار مايو. ننتقل هلأ للبرج الثالث يلي هو برج هوائي، برج الجوزاء. نهارك اليوم حلو مولود برج الجوزاء، ونصيحة اليوم أحلى بكتير من اليومين المقبلين. شهل اليوم بالشغل، اطلب الخدمة، تلفن، اسأل، احكي، اتحالف مع الناس، عقود صداقات جيدة وقوي العلاقات. بكرة وبعد بكرة الجو ضعيف كتير وسوف تحتاج إلى النصيحة وإلى المساعدة. وبيبقى المولود الأكثر حظا اليوم هو 30 و 31 أيار مايو. ننتقل هلأ للبرج الرابع يلي هو برج مائي، برج السرطان.
مولود برج السرطان بكرة أنا بعتبره أفضل لك فلكيا. اليوم في ضغط، بتحس أنه في حالة من الضغط بسبب مسؤولية يمكن أنت ناطرها، أو فجأة بتلاقي حالك تحت الأضواء. حاول مولود برج السرطان بهيك نهار، مهم جدا أنك تعطي أفضل ما يمكن، لأنه بانتظارك ترقية، تقدم، أو يمكن حتى اختبار. أما الأكثر حظا حاليا فهو 9 10 11 و 14 تموز يوليو. ننتقل هلأ للبرج الخامس يلي هو برج ناري، برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، الجو عندك اليوم أنا بعتبره حلو، بعتبره مسهل نسبيا، بعتبر أنه هيدا النهار بيحمل تغيير إيجابي بالنسبة لك، وبيسمح لك أنك أنت تضوي على فكرة، تروح للآخر فيها وحتى تقدر تصيب الهدف. نهار كتير حلو للسفر ولخوض تجربة جديدة. وبيبقى الأكثر حظا 30 و31 تموز يوليو. ومننتقل للبرج السادس اللي هو برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، الجو عندك اليوم يمكن بيقول لك انه ضروري تسهير اكثر. في بعض الامور اللي مش على ذوقك لكن بناسبك اكثر اذا قبلت فيها، اذا ابتسمت، واذا مشيت القصة على ذوق الاخرين. ابحث اليوم عن النقاط اللي بتجمعك مع الاخرين لحتى تردم هو او المسافة بينك وبينهم. وبيبقى المولود الاكثر تعبا حاليا 19 20 21 ايلول سبتمبر. ننتقل هلأ للبرج السابع يلي هو برج هوائي، برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، نهاره اليوم تعبان، نهاره اليوم في نرفزي، يمكن اليوم تحس انه أعصابك شوي متوترة ومشدودة بسبب معاكسة شخص لفكرتك، لرأيك، أو لأي تصرف بتقوم فيه. ويمكن الأمور مبلشة جيد بشكل جيد من أول الصبح، لكن شخص غريب معقول اليوم ينرفزك ويستفزك. طول بالك وما توقع بهالفخ. وبعتبر المولود الأكثر انفعالا اليوم 23-24 سبتمبر. ننتقل هلأ للبرج الثامن يلي هو برج مائي، برج العقرب، يلي بكرة انهاره معقول يكون نوعا ما متقلب بطباعك. إذا اليوم أفضل نوعا ما، مطلوب من مولود برج العقرب ينظم وقته، يلتفت لأولويات انهاره، ينتبه لصحته لأنه معقول يشعر ببعض الإرهاق. وبعتبر المولود اللي عنده مضايقات اليوم هو 2-3 و 24 تاني نوفمبر. ننتقل هلا للبرج التاسع يلي هو برج ناري، برج القوس. انهارك اليوم مولود برج القوس يعد ببعض الرومانسية، يعد ببعض الراحة، يعد ببعض الفرحة والابتسامة، وبتحس انه الامور ماشي بشكل افضل وبناسبك تماما. الجو اليوم بيسمح بصلحة، وكأنه اليوم تتصالح مع احبائك، مع اولادك، وحتى مع جيرانك. وبعتبر المولود الاكثر حظا حاليا 29 30 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل هلا للبرج العاشر يلي هو برج ترابي، برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي، نهارك اليوم حلو، شرط انه انت تتفاهم مع اهلك واحبائك ومع ذاتك، ضروري يكون في جو مصالحة، ضروري يكون في جو انسجام، والا معقولة تنرفز، ومعقولة كلمة قاسية منك تسبب انزعاج، قطيعة او جفا. انتبه لصحتك. وبعتبر المولود الاكثر تعبا 2 و3 كانون الثاني يناير. ننتقل هلأ للبرج الرقم 11 اللي هو برج هوائي، برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو حاليا الجو بيحمل حركة، بيعمل حركة، حركة على مختلف الأصعدة، مفاوضات، دراسة، تنقلات، أمور اجتماعية. اليوم لقيك حرك، والحركة اليوم جيدة بتفيدك. اليوم عندك قدرة للدافع عن فكرة معينة، امتحاناتك فيهم أفكار كتير حلوة بيوافقوك عليهم. وبيبقى المولود الأكثر حظا 28-29 و30 كانون الثاني يناير. ننتقل لآخر الأبراج معنا اللي هو برج مائي، برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت، المصاري اللي عم بتفكر فيها بتشتغلها، ويمكن اليوم تقدر تحقق الهدف، يعني يمكن اليوم يكون في عندك ربح. يمكن أيضا اليوم مولود برج الحوت يفكر أنه حان الوقت لحتى يدخل باستثمار معين على قدك، يمكن يكون شيء صغير، يمكن يكون شيء كبير. المهم اليوم مولود برج الحوت، إذا كنت واثق من نفسك بتقدر اليوم تكون ربحان. وبعتبر المولود الأكثر حظا 2-3-4-5 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بهيدا النهار الاجواء بتحمل لك تقدم، بتحمل لك بحث بمسائل ماليه، انتبه للثقه بنفسك، انتبه لمشاريعك، وانتبه لاستقرارك العام. اذار مارس، تموز، يوليو، نوفمبر، تشرين الثاني هن افضل الاشهر. هذه كانت الابراج لليوم، نتمنى للجميع نهار حلو، الى اللقاء بكره مع ابراج جديده. باي باي.
شكرا كارمن. رح نتابع هلا بعد دقايق، رح تكون معنا روى، واليوم ضيفه دكتور عاطف مجدلاني، وموضوع انا وروى بنحب كثير نحكي عنه اللي هو قانون منع التدخين. خليكم معنا.